مساء الخير، أسعد الله مساء حضرتكم بكل خير، وأهلا وسهلا حضرتكم في المجلس العام للثقافة في الرمسية الثقافية 13 ضمن رمسية العلاقات الثقافية الذي منظم المجلس العام للثقافة بالتعاون مع القاهرة للعلاقات الثقافية الخارجية. واليوم في رمسيتنا تدور حول العلاقات الثقافية المصرية قيام الليل. استأذن حضرتكم قبل ما نبدأ نستمع للسلام الوطني مملكة قطر. Thank you.
Welcome to the New Shades of Thailand Festival. Welcome to a very fun time. الأستاذ صبري سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، السيدات والسادة الحضور، أسعد الله مساءكم بكل خير. وهي أمسية جديدة من أمسيات العلاقات الثقافية والتي نسعد فيها الليلة بالاستضافة لدولة صديقة هي مملكة تايلاند. تسمحوا لي بداية أن أنقل لحضراتكم تحيات معالي وزيرة الثقافة
الأستاذة الدكتورة دينا سعودية التي أنتهي هذه الفرصة لشكرها على دعمها المستمر لهذه المبادرة. مبادرة علاقات ثقافية التي أضحت المحل رئيسا في المشهد الثقافي المصري ولله الحمد. هذه ليست يعني مقولة لمجرد دعم المبادرة، لكنها في الحقيقة نتاج ما يصل إلينا من ردة فعل ومن تعليقات ومن ملاحظات من السادة الحضور عبر 12 أمسية تم تنظيمها خلال الفترة السابقة، تم فيها استضافة 12 دولة صديقة. اليوم نسعد باستضافة سعادة سفير تايلاند في القاهرة، كما نسعد بوجود سعادة السفير حازم الطاهري مساعد وزير الخارجية وسفير سابق لمصر في تايلاند، كما نسعد بوجود مجموعة من الضيوف الأعزاء لله. سيسرون هذه الأمسية بمداخلتهم، وسيكون معنا عبر الفيديو صديق العزيز الأستاذ الدكتور عماد أبو غازي، أستاذ الوفاء بكلية الآداب جامعة القاهرة ووزير الثقافة الأسبق. كما يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ عبد السلام فاروق مدير تحرير جريدة الأهرام المصري. اسمحوا لي الآن أن أدعو سعادة السفير متابورن بيتوكسان سفير مملكة تايلاند بالقاهرة لإلقاء كلمته، فليتفضل. مشكور. Thank you and good evening to everyone here. His Excellency Professor Dr. Michel Masmi, Secretary General of the Supreme Council for Culture, Excellency Ambassador Hassan Al-Tahiri, Deputy Assistant for the Minister for Southeast Asia, and good evening to our distinguished specialist, Professor Abdel Salam Farouk and Professor Sabine Saeed, and good evening to everyone here. First of all, I would like to express my appreciation to the Ministry of Culture for organizing this event, and it is my privilege and honor to meet Excellency Professor Dr. Hisham Asmi. And I am also glad to have the Ambassador Hassan, a friend of Thailand, to share his views and to share his personal experience in Thailand this evening, including our distinguished specialist in the cultural field. This is a very good initiative to promote cultural environment in Egypt, in the land of history, culture, and civilization dating back 1,000 years. And congratulations to you, all of you here, for the great and wonderful Pharaoh Golden Ballet last week. And now the whole world is waiting for the grand opening of the Grand Museum. ودعوني أهنئكم جميعا على الموكب الذهبي الذي
contemporary and upcoming grand museum, you bring me the works, because I'm sure that there will be more and more Thai tourists, from students to very, very important persons coming to Egypt to learn and witness the great civilization of Egypt. المركز الذهبي للفراعنة والافتتاح المنتقب المتحف الكبير سوف يبذلان لي الكثير من المهن، لأنني متأكد من أنه سيكون هنالك المزيد والمزيد من السياح التنزيليين، سواء من الطلاب أو الشخصيات المهمة للغاية الذين سوف يغادرون في زيارة مصر ليشهدوا حضارتها العظيمة. Tonight is the Thai Egyptian night under the series of cultural relations. As the Thai ambassador to Egypt, let me tell you a little bit about the Thai Egyptian relations. Thailand and Egypt have established diplomatic relations in 1954. Egypt is the first Arab country Thailand has established diplomatic relations with. والليلة نشهد الأمسية التنانية المصرية ضمن سلسلة العلاقات الثقافية. وبصفتي سفير تايلاند في مصر، اسمحوا لي أن أحدثكم بإيجاز عن علاقتنا الثنائية. تأسست العلاقات الدبلوماسية بين تايلاند ومصر في عام 1954، ومصر هي الدولة العربية الأولى التي أقامت تايلاند علاقات دبلوماسية معها. For 6-7 years, both have smooth relations and cooperation in many fields through several mechanisms, for example, political consultations at the senior official level, joint commission at the foreign minister level, and both of us are working to conclude the joint trade commission at the trade minister level. And last week, the Business Council of Thailand and the Business Association of Egypt had a successful and fruitful virtual business meeting. على سبيل المثال، هنالك المشاورات السياسية على مستوى كبار المسؤولين، واللجنة المشتركة على مستوى وزارة الخارجية. علاوة على ذلك، تعمل الحكومتان على الانتهاء من إنشاء لجنة التجارة المشتركة على مستوى وزارة التجارة. وفي الأسبوع الماضي، عقد مجلس الأعمال في كل من تايلاند ومصر اجتماع عمل افتراضي ناجح ومثمر. Regarding the cultural relations, both sides signed the agreement on cultural and educational cooperation in 1976, and we are working to conclude the draft MOU on culture between the ministries of culture of the two countries. وقع الجانبان اتفاقية التعاون الثقافي والتعليمي في عام 1976، ويعملان على إجرام مسودة مذكرة تفاهم بشأن الثقافة بين وزارتي الثقافة في البلدين. Thai culture might not be able to compare with Egypt's unique culture and civilization dating back thousand years. However, each culture has its own identity and attraction. وربما لا يمكن مقارنة الثقافة التايلاندية بالثقافة والحضارة المصرية الفريدة التي تعود إلى آلاف السنين. ورغم ذلك، فإن كل ثقافة لها هويتها وجاذبيتها الخاصة. Thailand is in Southeast Asia and in the heart of Indochina Peninsula and shares border with neighboring countries like Laos, Cambodia, Myanmar, Malaysia. In fact, the term Indochina relates to the civilizations of India and China. Therefore, Thai unique culture mixes influence from India, China, and our neighboring countries with our own ethnic Thai culture. وتقع تايلاند في جنوب شرق آسيا، وفي قلب شبه الجزيرة الهندية الصينية، وتشترك في الحدود مع الدول المجاورة مثل لاوس، كمبوديا، وميانمار، وماليزيا. وفي الواقع، فإن مصطلح الهند الصينية يتعلق بحضارات الهند والصين،
ولذلك فإن الثقافة التايلاندية الجديدة تصدر في بوتقتها التأثيرات من كل من الهند والصين والدول المجاورة لنا، بالإضافة إلى ثقافتنا العرقية التايلاندية الأصلية. One of the most important imprints from India in Thai culture is Buddhism, which arrived in Thailand in the year 779. Our ways of living, our ways of thinking, as we see at the beginning of the video, the picture of the monk in the boat, our ways of thinking, literature, art, etc., are mostly based on the Buddhist principles. And at the same time, we are practicing Chinese traditions too in Thailand. وتعد البوذية أحد أهم عوامل التأثير الهندي في الثقافة التايلاندية، والتي وصلت إلى تايلاند في عام 1979. وتعتمد أساليب حياتنا وتفكيرنا بالإضافة إلى الآداب والفنون التايلاندية كما رأيتموها في بداية الفيديو وما إلى ذلك، في الغالب على المبادئ البوذية، بينما لدينا بعض العادات والتقاليد أيضا من الثقافة الصينية التي نمارسها في تايلاند. Some of our clothes, dress, or even food are much more like Chinese. We have rice as a main dish for a meal. At the same time, noodle is also an important dish of a daily meal. Furthermore, we celebrate Chinese New Year in Thailand. وفي نفس الوقت تعتبر النودلز ايضا طبقا مهما في الوجبات اليوميه التايلانديه. علاوه على ذلك نحتفل ايضا بالعام الصيني الجديد في تايلاند. From my personal point of view, unlike Egypt's culture, Thai culture itself might not be able to draw foreign attraction. That's why we promote our tourism with our nature, like beach and mountains, and with our authentic Thai food, and with our Thai-ness, which are Thai smile, Thai gentleness, Thai hospitality. ومن وجهة نظري الشخصية فإنه على خلاف الثقافة المصرية قد لا تكون الثقافة التايلاندية ذاتها قادرة على جذب الاهتمام الأجنبي، ولهذا السبب فإننا نشجع السياحة في بلدنا بالاعتماد على طبيعتنا مثل الشواطئ والجبال إلى جانب التعامل التايلاندي الأصيل، ومع روح هويتنا التايلاندية المتمثلة في الابتسامة التايلاندية ودناسة الأخلاق التايلاندية والتنوع التايلاندي في التقاليد وكرم الضيافة التايلاندية. This causes Thailand to be a tourist destination for 32 million tourists a year in the last 3 or 4 years. After we are successful in tourism, we promote our culture by merging it in the tourism sector. وهو الأمر الذي يجعل تايلاند أضحية سياحية لهموم 30 مليون سائح سنويا في خلال الثلاث أو الأربع سنوات الماضية. وبعد أن نحن في السياحة نقوم بالترويج لثقافتنا من خلال تمكينها في قطاع السياحة. Thai Embassy in Cairo has organized many cultural events in Egypt. We have explored many times what areas in Thai culture we can promote in Egypt, such as Thai dancing, Thai language, or Thai music. Finally, we seem to find out that Thai food with herbal, spicy, sweet, and sour taste, and Thai boxing, as you see in the clip, in the video clip, the Thai boxing with aggressive actions are becoming well known among the Egyptians, because it seems like Egyptians prefer something diversified and extremely outstanding rather than something plain and slow and soft. يبدو أننا قد اكتشفنا أن كل من الطعام التايلاندي بمذاقه العشقي الحار أو بمذاق الحلو الحامض والملاكمة التايلاندية بما تتسم به من عنف كما رأينا في الفيديو قد أصبح يتمتعان بشهرة واسعة لدى المصريين، لأنهم يبدو أن المصريين يفضلون كل ما هو متنوع
Thailand as I mentioned earlier that everyone knows Egypt. My 7-year-old daughter in Thailand can memorize all names of the Egyptian gods, Anubis, Isis, and etc. And when Dr. Sahir, I was visiting Thailand many years ago to give a lecture on the mysteries of Egypt, it was the highlight of Bangkok at that time. والتي البالغة من العمر 7 سنوات تخيل تحفظ جميع أسماء الآلهة المصرية القديمة، فهي تعرف أنبيس وإيزيس ولا إلى ذلك. وعندما زار الدكتور زكي حواس تايلاند لقاء محاضرة عن أسرار الحضارة المصرية القديمة، كانت هذه الزيارة حديث المدينة في بنكوك آنذاك. Not only culture and civilization of Egypt, but also the Muslims, modern Islam has interest the Thai society, especially the Thai Muslim community. Around 4 years ago, when the Grand Mufti officially visited Thailand, and at that time Ambassador Hassan was there, it was one of the most impressive visits for the Thai community. بل أيضا منهج الإسلام الوسطي في كل الأزهر وخاصة الجالية التايلاندية المسلمة. ومنذ 4 سنوات قام فضيلة مفتي الديار المصرية بزيارة رسمية إلى تايلاند، وكان سعادة السفير حازم الطهي آنذاك سفيرا لمصر لدى تايلاند. وقد كانت هذه الزيارة إحدى أهم الزيارات في تاريخ المجتمع التايلاندي. Now we are waiting for His Eminence Grand Imam Sheikh Abu Asha to visit Thailand as a guest of the Thai Prime Minister. And I'm sure that His Eminence visit will help in enhancing our religious culture closer and closer. Last but not least, I truly believe that cultural event tonight will be a good step for both of us to find ways to enhance our cultural cooperation. And once again, I deeply appreciate that I joined this beautiful event tonight to exchange views on culture, which will be useful for me to move our cultural relations forward. Thank you. وأخيراً وليس آخراً، أعتقد حقاً أن الحدث الثقافي الليلة سيكون خطوة جيدة لكلينا لإيجاد طرق لتعزيز علاقاتنا الثقافية. ومرة أخرى أنا ممتن للغاية بالمشاركة في هذه الأمسية المثمرة، حيث نتبادل الآراء حول الثقافة التي سوف تفيدني لدفع تعاوننا الثقافي قدماً. وشكراً جزيلاً لحضراتكم. سعادة السفير وتكون سكان سفير مملكة تايلاند بالقاهرة. والحقيقة أنه على الرغم من أنها كلمة مميزة، لكنها كثيرة من الضوء على العلاقات المصرية التايلاندية. ولعل ما ذكره سعادة السفير أنه العلاقات الدبلوماسية ترجع إلى العام 1954، وأن مصر كانت هي الدولة العربية الأولى التي تقيم تايلاند معها علاقات دبلوماسية، بما يحمله ذلك من دلالات عميقة على الروابط وعلى قوة العلاقات التي تجمع بين البلدين، والتي لا شك أن لها تأثيرا مباشرا على كافة المناحي الأخرى، سواء كانت اقتصادية أو ثقافية. شكرا سعادة السفير. والآن اسمحوا لي أن أدعو سعادة السفير حازم الطاهري نائب سعادة وزير الخارجية لجنوبي شرق آسيا للتفضل بإلقاء الكلمة. Of culture. My dear friend, Mr.
Mr. Abdussalam. Let me first, indeed, it's a great honor and pleasure to be part of this meeting that shows how deep is the relations between the Arab Republic of Egypt and the Kingdom of Thailand. Ladies and gentlemen, like His Excellency mentioned, the diplomatic relation between Egypt and the Kingdom of Thailand was established in 1954. And since that day, the Egyptian-Thai relation is described as excellent relations. Ladies and gentlemen, the Al-Azhar University in Egypt gives every year around over 1 half a scholarship to the Thai students. In addition to that, the Al-Azhar sent about 21 envoy to the Kingdom of Thailand. And Egypt receives around 6,500 Thai students every year, and maybe more, especially in Azhar University. Ladies and gentlemen, Egypt expresses its keen interest to enhance cooperative relationship with the ASEAN and as ASEAN member state, in seeking to expand economic as well as political and culture links with ASEAN. Egypt signs to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia in 2016. Egypt is looking forward to promoting its relation with ASEAN to sector dialogue relation and seeking the support of the Kingdom of Thailand in this issue. Ladies and gentlemen, it is our duty now to enhance more the relation between the two countries for more prosperity for the next generation. It's our duty to support cooperation in all fields, political, economic, cultural. Let me speak as former ambassador to Egypt to Thailand before. I should have met the culture section is very important to enhance the relation between the two countries. And I should appreciate the role of the Minister of Culture in Egypt, which I understood now is, this is number 13. That is number 13. So I think together, Ministry of Foreign Affairs and Culture, we together are enhancing the relation between Egypt and other countries. Thank you again, and thank you for this wonderful meeting. Thank you. مساء الخير سعادة سفير مملكة تايلاند في القاهرة، سعادة السفير حسن الطاهي، الزميل العزيز الدكتور هشام عزمي أمين عام مجلس أعلى الوزراء، الحضور الكامل. يسعدني النهاردة أن أنا أشارك في هذا النشاط المميز للمجلس الأعلى للثقافة والأمانة المؤتمرات فيه. بالتعاون مع أعضاء القوات الثقافية الخارجية في قوات الثقافة واللي بيحاول يقدم
ثقافات العالم للجمهور المصري ويقدم العلاقات الثقافية بين مصر والعالم من خلال هذه السلسلة من المنطقة. أنا سعيد أن أنا بشارك معكم النهاردة خاصة بمملكة تايلاند اللي كان ليا حظ زيارتها عدة مرات في السنوات الأخيرة ما بين نوفمبر 17 وأكتوبر 20 سبع زيارات متفرقة وإقامة متقطعة امتدت لنا يقارب سنة ونص. خلال هذه الزيارات بقدم انطباعات مصري اهتم هناك ومتابع الحياة الثقافية المشتركات الثقافية والحضارية بين تايلاند ومصر لعلاقاتهم الدبلوماسية ممتدة لعشرات السنوات. بلد بتميزها مجموعة البلد في منطقة جنوب شرق آسيا اللي ما تعرضتش للاستعمار الأوروبي، ما تعرضتش لأي فترة من فترات الاستعمار الأوروبي، وده في تقديري كان مؤثر جدا في استقبالها وتقبلها لتجارب التحديث والحداثة اللي هي بدأت تقريبا في فترة مفردة لتجارب التحديث في منطقتنا العربية في القرن 19 وفي مصر بالتحديد. مفيش أي إحساس بمشكلات خاصة بالتعامل مع الآخر. المجتمع التايلاندي مجتمع بيتميز بالتنوع الثقافي والتعدد العرقي والمحافظة على هذا التنوع والاهتمام به ورعايته في إطار وحدة الأمة التايلاندية هي اللي بتجمعها مجموعة خصائص أهمها الملكية المستقرة لسنوات طويلة واللي تحولت للملكية الأسطورية من ثلاثينيات القرن اللي فات. تايلاند لو بصينا مثلا على سبيل المثال معمار تايلاند كنموذج للتأثر بالعمارة الحديثة. أنا زرت أثناء تقامتي خمس مدن في تايلاند بالإضافة طبعاً من بانكوك العاصمة الأردية في معظم الوقت هناك. ملامح العمارة إن إحنا بنجمع بين العمارة التقليدية القديمة والعمارة الحديثة المستمدة من عناصر العمارة التايلاندية التقليدية والعمارة الحداثية وما بعد الحداثية تماماً. في تجارب الأبراج والعمائر الكبيرة في العاصمة بانكوك بتبين هذا التأثر. تايلاند حافظت على تراثها القديم، يعني هنا مثلا صورة من واحد من المعابد البوذية الأساسية الموجودة في تايلاند في أكبر تمثال معدني بوذا، بوذا المصطلقي، وده مزار سياحي مهم للثقافة المعلمية. وهنا بنلاحظ ان المعابد الاثريه اللي موجوده في تايلاند بعضها تحول لمجرد مزارات اثريه والبعض الاخر بتمارس في الطقوس الدينيه الى جانب انه مزار اثري وسياحي مهم، ومنها هذا المعبد المجاور للقصر الملكي. دي بعض النماذج من الطرز المعماريه المختلفه في تايلاند بانكوك وفي بعض المدن الأخرى واللي بتبين عناصر المزج بين الطرز التقليدية والطرز الحديثة المستمدة من الطرز التقليدية والطرز الحداثية وما بعد الحداثية في العمارة التايلاندية. دي نماذج من العمائر الحديثة جدا في بانكوك اللي كل يوم في إضافة جديدة فيها وفي مباراة في التصميمات المعمارية لهذه الأبراج الضخمة واللي ابتدت تنتقل أيضا لبعض المدن الأخرى. دي نماذج من المنطقة الحي التقليدي المحافظ على ملامح العمارة التقليدية.
اللي هي او الحديثه المستمده من الاماره اللي هي بدات في القرن اواخر القرن 19 وبدايات القرن العشرين. الثقافه التايلانديه، تايلاند حافظت على تراثها الاسري المتنوع والموجود في اكثر من منطقه، واللي بعضه في تاثيرات من العماره الهنديه زي المعبد الموجود في بانكوك واللي فيه تاثيرات معماريه هنديه واضحه، وايضا تاثيرات من الثقافه الصينيه خصوصا في الاحياء الصينيه في المدينه الموجوده زي الاحياء الصينيه في معظم مدن العالم، تشاينا تاون في بانكوك فيها مليانه ثقافه صينيه. التنوع هنا بعض لقطات من بعض المدن التايلانديه في الشمال والجنوب، البحر والجبل واللبان، نماذج من بانكوك والمسجد الحديث والقديم، وبعض المعابد الاثريه موجوده في مدن مختلفه هنا في شان ماي في الشمال، بعض المعابد القديمه، وفي أيوثية العاصمة القديمة وتحولت إلى تراث إنساني عالمي مسجل على قوائم اليونسكو، وهي يعني لما زرتها أكثر من مرة أثناء إقامتي حياتي فكرني بالأقصر عندنا، المعابد القديمة المحافظ عليها طبعا تحت استثارة من المعابد المصرية القديمة، لكن المحافظ عليها رغم المدينه تعرضت للتدمير من عده قرون اثناء الحروب بين البرونديين والسيام، ولكن بقايا المدينه موجوده ومحافظ عليها وتحولت الى واحد من اهم المزارات التراثيه في تايلاند. برضو الحكومه التايلانديه مهتمه جدا بالمتاحف، سواء المتاحف الأثرية زي متحف الوطن بانكوك والمتاحف المنتشرة في معظم مدن التايلاندية الرئيسية واللي فيها آثار العصور المختلفة في الحضارات اللي مرت على منطقة تايلاند، وفيها أيضا امتدادات لبعض فنون شرق آسيا بشكل عام. معرض المتحف الوطني في قاعة عرض بتقدم معارض مختلفة للفنون في منطقة الشرق الأقصى. في أحد الزيارات كان المعرض الموجود فيه وعرض المتلاقي كان عرض من اليابان في مرة ثانية من الهند، يعني دايما في هذا التفاعل. دي نماذج من الفنون التقليدية والتجاريات فنون التصوير التقليدية الموجودة في المعابد التايلاندية والتجاريات الدارجة الهائلة، واللي هي جزء من التراث الفني القديم في تايلاند وليه تاثيرات فنيه. في صوره من متحف ثاني من المتاحف المهمه في بانكوك، هو متحف سيام، هو متحف تعليمي. من خلال زيارته الزائر بيتعرف في الجو كله في ادوار المتحف الثلاثه على حكايه تايلاند، ازاي هذه البلد كونت، ايه الملامح اللي فيها، ايه المكونات الاصليه اللي بترجع للاصول التايلانديه الاصيله، وايه الوافد اللي دخل الثقافه التايلانديه حديثا. برضه احنا بنتكلم عن متاحف من المتاحف المهمه في بانكوك، بيت كان بيعيش فيه رجل امريكي وفيلم تومسون اللي اعاد احياء صناعه الحرير في تايلاند، واختفى في رحله دي في ماليزيا من حوالي 50 سنه، لكن بيته المبنى على الطراز التقليدي التايلاندي التقليدي وفي مجموعه من القطع الاثريه والاعمال الفنيه التايلانديه اصبح متحف ومزار من المزارات المهمه في بانكوك، الى جانب ان المصانع اللي اسسها ما زالت تعمل وتشكل
علامة من العلامات التجارية الأساسية للبلاد. برضو من المتاحف المهمة جدا واللي فتحت حديثا متحف الفن المعاصر في بانكو، واللي من ضمن أعمال الأجيال المختلفة من الفنانين التايلانديين، واللي بتبان فيها تأثير المدارس الفنية المختلفة، سواء المدارس الكلاسيكية أو المدارس المتأثرة بالغرب باتجاهات مختلفة من كلاسيكية إلى سوريالية وتجريبية. دي مثلا أعمال تحتل تقريبا دور كامل في المتحف الفنان من أهم الفنانين السوريين، أيضا حصل على لقب فنان الدولة ولقب يحصل عليه على محدد من المنظرين يبين له ليه أسلوب خاص أعماله، ليه متحف خاص بيه ومقر إقامته وإبداعه في الشمال في مدينة شنغهاي في مصر رأسه. وفي إبراز واضح لدوره باعتباره علامة من علامات الفن الحديث الثاني. في بعض الأعمال في متحف الفن المعاصر وللتبين الاتجاهات المختلفة الموجودة في الفن التايلاندي المعاصر ومدارسه المختلفة. الفنون الشعبية والتراثية موجودة ومتنوعة، متنوعة مناطق الفنون الشمال مختلفة عن الفنون الجنوب، وفي اهتمام وحرص على تقديمها، وبيبان الخلافات الواضحة في الملابس وحركات الأداء في الموسيقى. ده مثلا عرض بيمثل أسطورة التراث التايلاندي بيتقدم في متحف ومزار فنان الدولة في شنغهاي، وده بيمثل نموذج من الاهتمام بالتراث التايلاندي والأساطير القديمة في الثقافة التايلاندية. من الفنون المهمة جدا فنون التزيين، والتزيين اللي فيها براعة شكلها نماذج من الشغل في الفاكهة والخضار والزهور والمزج بينهم وتقديم أعمال فنية مكتملة من القطن الخضروات والفواكه والنباتات الملونة، وبتدعم كل سنة مسابقة بين التلاميذ وتلميذات المدارس يقدموا فيها إبداعاتهم اللي هي بتتعمل يعني في اللحظة نفسها، يعني ليلة سابقة على افتتاح المعرض اللي كانت فيه مسابقة بتتعمل هذه التشكيلات، يسهر الولاد والبنات عليها ويقدموها. فكرة التزيين والجو الاحتفالي موجودة في كل مظاهر الحياة في تايلاند، هنا في مراكز المنتجات الكبيرة اللي بتجذب جزء من السياحة، سياحة التسوق في تايلاند، بيبقى دايما في الفكرة فكرة الاحتفال اللي موجودة في مناسبات مهمة زي رأس السنة الصينية مثلا، استخدام الأوراق الملونة والزينة الصينية متكررة جدا في المزار في الأماكن المختلفة. تايلاند بلد جاذب للسياحة من أعلى دول العالم في تردد السوا عليها، السياحة فيها متنوعة ما بين سياحة ثقافية وسياحة دينية وسياحة علاجية، سياحة شواطئ، سياحة تسوق، كل هذه الأنواع من السياحة جعلت تايلاند مركز من المراكز العالمية الأولى في جذب السياحة. دي مثلا نشاط من متحف صغير في تشاينا تاون في بانكوك بيقدم ثقافة التايلانديين من فصول صينية. الثقافة التايلاندية روحاً نموذج التأثيرات الهندية في الثقافة التايلاندية. تايلاند الحقيقة من الحاجات اللي لفتت نظري فيها غير التنوع الثقافي الواضح واحترام هذا التنوع، من الحاجات اللي لفتت نظري فيها في حاجات متشابهة جدا مع ثقافتنا، باعتبار ان في النهاية احنا دولتين زراعيتين، ثقافة زراعية، حضارة زراعية قديمة. يعني مثلا في الاحتفال بداية موسم الأمطار اللي بيكون في شهر أبريل من كل سنة،
الشكل الاحتفال اللي هو الناس بتخطب في حلقه مبنيه في الشوارع ويرشوا ميه على بعض هو نفس شكل الاحتفال اللي وصفته المصادر المصريه اللي بتتكلم عن احتفالات النيروز راس السنه المصريه في لغايه نهايه عصر يعني نشوف مؤرخ زي قيادين المقبول اليوسف احتفال النيروز هو نفس الشكل اللي بيحصل لغايه النهارده في تايلاند الاحتفال بتاعي في نصف المنطقه. الاحتفال بمحاق يعني بقياس او توقع حجم الامطار وبالتالي مستوى الزراعه اللي هيكون موجود في هذه السنه مقارنه تماما بالاحتفال وفاء النيل اللي كان بيتم لغايه القرن ال 19 لما بيتم في مصر عندنا لما بنشوف مستوى النيل وصل لفين وعلى اساسه بنتوقع مستوى الزراعه هيكون ازاي. دي من الحاجات اللي حسيت ان فيها تشابهات في الصور اللي بنشوفها دلوقتي هي مهرجان السينما الاسيويه في سنه 2019 وبرضه كان حظي ان انا حضرت هذا المهرجان اللي بيقدم فنون السينما في اسيا كلها ومشارك في عدد كبير من الدول الاسيويه وبرضه كان عام 2019 كانت تايلاند هي رئيسه دول الاسيان ضمن دول شرق اسيا وبالتالي كان بنوا بؤرة أنشطة ثقافية وسياسية كثيرة جدا في هذا العام كان منها مهرجان السينما اللي كان فيه احتفاء كبير في بنوا تايلاند بلد متنوعة ومتعددة الثقافات وميزة من ميزاتها انها قادرة تحافظ تماما على هذا التنوع الثقافي وهذا التنوع الاسمي الموجود فيها وفي نفس الوقت هي حاضنة لتمثيلات في ثقافات شرق اسيا كلها ومع احتفاظها بتراثها هي بتقدم ايضا الفنون الخامسة الفنون الغربية وفي مراكزها الثقافيه المتعدده في بانكوك وفي المدن الاخرى استضافت معارض فنيه متنوعه وتقديم فنون الموسيقى التقليديه مع الموسيقى الغربيه الحديثه المزج بين القديم والحديث عدد كبير من المراكز الثقافيه الموجوده في بانكوك تقدم باستمرار معارض متنوعه ما بين معارض فن تشكيلي استضيف فيها فن تشكيلي غربي ما بين معارض الفن التشكيلي التايلاندي مع معارض التصوير الفوتوغرافي معارض اللي هي المنتجات البيئيه ومنتجات المناطق المختلفه في تايلاند لتسويق هذه المنتجات ايضا تايلاند عندها تجربه مهمه جدا في التنميه اعتمادا على الموارد البيئيه اللي كثيره في المناطق شمال تايلاند وشنغهاي لاستخدام النباتات وتنمو النباتات الزيتيه اللي تنمو هناك في بناء صناعات معتمده على هذه الزراعات وتسويقها وتصديرها وتحويل منطقه كانت بتعاني من مشاكل كثيره الى منطقه بتقدم نموذج التنميه المستدامه. ايضا تحليل البيوت والاماكن القديمه الى مزارات سياحيه واماكن للانشطه الثقافيه المختلفه. دايما تجربه زيارتها تجربه مهمه، الصوره قبل الاخيره هي لمغربه تايلانديه ومثقفه مهمه في تايلاند كون كمالا شبهات السيدة أم كلثوم عندنا هي من أهم مطربة حاليا في تايلاند وفي نفس الوقت هي شخصية مثقفة حاصلة على الدكتوراه من إنجلترا ولها حضورها في الحياة العامة التايلاندية. آخر صورة هي نبات اللوتس اللي هو نبات ليه مكانة خاصة في تايلاند وده ايضا مشترك من المشتركات مع الثقافه والحضاره
المصرية في القدم. أرجو إن ما أكونش مطولت عليكم، وشكرا لكم وشكرا على استضافتي في هذا المؤتمر. شكرا وسلام. شكرا جزيلا. الحقيقه انا اريد ان في البدايه اعبر عن شكري واهتمامي للاستاذه الدكتوره ايناس عبدالدايم مديره الثقافه والاستاذ الدكتور هشام حسني الامين العام للثقافه وصديقي معالي السفير حازم الطاهري وسياده السفير تايلاند في القاهره. وضعني الدكتور عماد ابو غازي في مازق الحقيقه لانه انخرط في محاضره متكاملة عن المجتمع التايلاندي والتاريخ تايلاند ومزج بينه وبين الثقافة الحديثة. باعتباري صحفي حظيت بمتعة السفر بصحبة العديد من فرق وزارة الثقافة المصرية، وممتن جدا لهذه الفرصة التي أتاحتها لي وزارة الثقافة عبر قطاع العلاقات الثقافية. هذا أولا. ثانيا وهو الأهم فيما يتعلق بعنوان هذه الأمسية، علاقات ثقافية. حقيقة أنا أحد شهود ولعلي لا أذيع سرا، أحد شهود ولادة هذه الفكرة في أعقاب تفشي وباء كورونا على المستوى الدولي. كنت أتواصل مع صديقي الأستاذ أمير نبيل وهو يجلس بيننا وهو يتعفف عن ذكر اسمه وجهده الوافر والجميل، وربما لم أستأذره فيما أقول حقيقة. المهم كنا نجلس بالساعات على شبكة الإنترنت ونتراسل ونتخاطب وعلى التليفون أيضا ونفكر كيف سنعبر هذا المأزق الإنساني كبشر كمثقفين
كأناس يفكرون في المجتمع الإنساني، كيف سنتواصل مع الثقافات الأخرى، خاصة وأنني مهموم أيضا كما هو مهموم في الجريدة بمتابعة وتغطية الأنشطة الثقافية في مصر والعالم العربي والعالم. تفشي وباء كورونا أصابنا في مصر، لكنه أفادنا أيضا بأننا انخرطنا في التفكير وفي صراحة جديدة التأمل في أحوالنا وأحوال العالم. فيما يتعلق، سأنتقل سريعا إلى رحلة صحفي سائح لم تتجاوز 15 يوما إلى تايلاند برفقة فرقة رضا للفنون الشعبية. أنا كصحفي أشاهد الحفلات وأتابع أشياء بسيطة ربما لا تتعلق بالجغرافيا بقدر ما هي تتعلق بالإنسان، السلوك العام، قدرته على الحركة مع الآخرين. في هذه أو في هذا المهرجان إذا شئنا الدقة الذي حضرته، كانت هناك تقريبا 20 دولة، منها دول في أمريكا اللاتينية ودول في إقليم البحر الأبيض المتوسط، دول مجاورة لمصر ودول أبعد مننا جغرافيا وثقافيا. أنا على نحو خاص جذبني بشكل مباشر البساطة التي يتميز بها الإنسان التايلاندي والتسامح. يعني كان لدي رفقة مع أحد أصدقاء من قطاع العلاقات الثقافية الكاريبية، كنا نترجل على أقدامنا إلى مسافات تتجاوز مثلا 10 كيلومترات دون أن يسألنا أحد في الشارع من أين أنتم، دون أن نعوق في المسير، دون أن يسألنا أحد تحذر. ونعود مرة أخرى إلى مقر المؤتمر، وهو كان عبارة عن أجلب المدينة الجامعية لأنه كان ملحق بالجامعة، لكن المدينة الجامعية حديثة كما جامعة القاهرة. الأمر الثالث اللي شغفني بشكل شخصي هو الفنون التايلاندية. أنا طبعا شفتها في أكثر من مكان وفي أكثر من احتفال، لكن شفت ده في تايلاند، التنوع الإنساني المذهل لبلد فريد. والأكثر فرادة أنني عدت من تايلاند بأصدقاء وصديقات ما زلنا نتواصل حتى الآن عبر شبكة الإنترنت. هذا ما بقى من الرحلة. أما على المستوى الثقافي العام، أنا طبعاً كمصري أرى أن الثقافة والفنون جسراً أميناً وآمناً لعلاقات الشعوب، وأرى أن الفائدة المرجوة من ما يفعله قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وهيئة أصول الثقافة وأنشطة المجلس العالمي للثقافة ذات بعد أعمق برؤية الدولة المصرية بنا خططها المستقبلية للاستفادة مما لديها من جوانب. على المستوى الإداري لدينا مواهب إدارية كفءة، وعلى المستوى الفني لدينا تنوع عميق وعريق، ونستطيع من خلال هذا الجسم أن نقدم صورة كما ذكر سيادة السفير عن مصر القديمة، عن مصر الآن، على رؤية مصر المستقبلية، وكيف نجعلها معا قادرة وقوية من خلال الفنون والثقافة. هذه الأدوات أنا أراها نهاية كلمتي هي الأهم في علاقات الشعوب، وهي كما يعبر هذا المكان بكلام المجلس الأعلى للثقافة هي الفرصة
التي تمتلك مصر كقوة عظمى ثقافية. قوة عظمى ثقافية ليست مصطلحي، وكان مصطلح للأستاذ فاروق حسني كان يردده على مسامعنا في تسعينيات القرن الماضي، أن مصر تمتلك قدرات وإمكانيات عظيمة هائلة تستطيع أن تؤهلها لكي تصبح قوة عظمى ثقافية. وأنا بالطبع أؤكد هذا، وأتمنى على مجلس الأعلى للثقافة وعلى مختلف القطاعات أن تتبنى مثل هذه المبادرات الفكرية المثمرة. شرفت في آخر كلمتي بهذه المشاركة الممتازة، وأتمنى أن أشارك في احتفالات أخرى سواء في تايلاند أو في غيرها من دول العالم. شكرا جزيلا. سياحة اللي بيجوا القاهرة العدد يعني كم حاليا وفي زيادة أو
في البطل غالبا كشركات سحريه او talk
say, Mr. Secretary General, for I mean, the people of the two countries seems like that China and Egypt is quite far, I mean, are quite far away from each other. Egyptians prefer Europe or Middle East or maybe America or things like that, rather than Asia. But for Thai people, Thai people, when they talk about North Africa or Egypt, they said, "Oh, it's quite far away." Yeah. So if we can start exchanging of visits of the cultural performance or things like that, then we try to get to make it better. أي أسئلة أخرى؟ تفضل. أحمد ناجي جاية الديار وقطاع من باريس. سألت الكلام ده في بداية بيتكلم إن موقف الجغرافي ده من السفر الماضي كان عظيم جدا وإنه يساعد على تكوين سحر بشكل كبير. سؤالي كيف عملت سفارة بلدك القاهرة على الترويج لتلك النقطة السحرية؟ Actually, the embassy doesn't need to do anything.
after the news of the grand opening of the Grand Museum released, and after the Golden Palette, we have received phone calls or questions from Thailand quite a lot that when is going to open the Grand Museum and what will be the next show or what will be the next parade or things like that. So we don't have to do anything because everyone, I mean, like I said, the whole world was watching the parade at the time and the whole world is waiting for the Grand Museum. سعيد بمناسبة توليه مسؤولية إدارة
لدي تحية اعزاز وتقدير للزميلة الفاضلة العزيزة الدكتور سعاد شوقي، والتي كانت تتولى رئاسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية حتى الأسبوع الماضي، وكانت الحقيقة طوال الفترة التي شاركنا فيها في تنظيم سلسلة العلاقات الثقافية الخارجية خير داعم وخير معين لها في مجلس الأعلى للثقافة، وبذلت جهدا حثيثا من أجل إنجاح هذه المبادرة، فلها مني وأعتقد إذا سمحتم لي من حضراتكم أيضا كل التحية والإعزاز والتقدير، ونتمنى لها كل التوفيق وكل النجاح في ما هو قادم من هي. اسمحوا لي في النهاية أن أتقدم أيضا بالشكر لشركاء النجاح لوزارة الخارجية المصرية للأستاذ أمير أمير وفريق عملي، أستاذ وائل حسين وفريق عملي، إدارة العلاقات العامة والإعلام والأمن ومكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة على كل ما يلزمها من جهد في استمرار تنظيم هذه الفعاليات بالصورة اللائقة. أكرر شكري وتقديري لسعادة السفير بوتابورن إيركسان سفير مملكة تايلاند بالقلم، وإلى سعادة السفير حازم الطاهري نائب مساعد وزير الخارجية لبنان، وإلى صديقي العزيز الأستاذ الدكتور عماد أبو غازي أستاذ أخطاء كلية الأدب جامعة القاهرة وزير الثقافة العربية، وأخيرا وليس آخرا الأستاذ عبد السلام فاروق مدير تحرير جريدة الأهرام المسائي. وكل الشكر لحضراتكم على حرصكم على الحضور والتفاعل والمشاركة، كل التحية والتقدير لشعب مملكة تايلاند الشقيق. أما مصر فلها كل الدعوات السابقة لكل رفعتي وأعزتي المنعة. شكرا جزيلا.